المهم الدراري اليوم كنا دايرين مع عمر ديزيدونس باش نترينيو ونديرو فلوغ، ولكن عمر حنا جيتي بلا على تفلا ما غيقدرش تريني معاه، دونك شغنديرو الدراري غنختارو فان من الزنقه وغندي دوز معنا النهار ما نضيعوش فيديو. بالنسبه ليا الدراري هذا بلاصتي هنايا غنسولو على الله بغا يمشي معانا يا هذيك ما بغاش غنمشي تريني راسي كاع. ولكن دير واحد خونا يتريني معانا وانا كندير فيديو شويه هو في هذا تقدر تدير معايا فيديو ماشي مشكلة نمشي نتريني وجا لقيتيني هاديس دراري. عمر ما خوى بينا ما والو صراحة وي ستيل دوين ذا فلوغ خي عمر 5 years later علاش تشري عمر خوي بيه؟ قلت لهم في الانترو خوي بيه لا لا عمر شوف حاجة وحدة كلمة هي كلمة من 2017 لحد الآن بغيت نسولك أول مرة أنا كيفاش ترينيش معاك؟ كنت كندير لك سيبري ستوريات ديالك أنت وكوميك كيقول الجينز أخوي الجينز كذا هادي أنا أي ونت نو كيفاش كيفاش جات كيفاش عرفتي كيفاش في الجينز اخو الجينز كيفاش ذا ايديا كيم تو يو باسكو انا داك انا كنت كنصحاب ان العالمين دي كونيكتي داك الوقت ان اليوتيوبر في ناس كدا مع الروابا كدا كان دي كونيكت جيري انا في ديك الوقيته كنت كنتريني مع الدراري كنت كنتريني مع كومي كومي لاقاني بسفيان هو الاول سفيان غير هو اول واحد تريت معاه وسفيان ديك الساعه كنت تشوما تشوما كنت ديما مع بعضياتكم كلشي باش عرفت هذيك الساعه كنت يلاه بديت في العالم ديال هشام بسرعه رجع ودخل معنا دونك اي واحد كان كيتريني ديك الساعه كان كيدير كونتوني كان كان فهمتيني كان سوبورت بونس انت من روابا الاولين في جينيراسيون ماشي جينيراسيون جديده الدراري لي جون باسكو كاين فرق بين جينيراسيون جديده جينيراسيون قديمه مي كندوي على ذا ايج ماترز انت الوحيد في روابا اللي كنتي يو بريتش فيتنس لونترينمون كذا في ستوريات ديالك ذاك الوقت ما كندويش على دابا كيفاش جاتك ليدي انك تكون رابر باسكو كنعرف الروابا دابا شنو فهمتيني موسيقى الخروج صغير كذا موس علاش انت شديتي كونيكتيتي بالسبور واش جاست هكاك ولا كتبان لك انها بارت اوف يور كاركتر يعني بارتي من بيرسوناليتي ديالك خاصها تكون عندك تكون كتريني اون بوينت هي صراحه شويه من منهم جوج حيت انا اللي رجعت معاك مثلا لقيتها كيفاش دخلت انا لهذا العالم ديال الراب اصلا حاجه من الحوايج اللي كانوا كيانسبيريوني هي الروابا كيفاش كيلبسوا باش تلبس باش تلبس مزيان باش يجيو معاك الحوايج زوينين خصك تكون واقف فورما خصك تكون فورما واقف هادشي باش تكونوا متفقين سيرتو في هذيك الوقيته كان الباقي كان جيني كانوا الحوايج لارج خصك تكون فريمون عندك الكتاف اللي هزو داك التيشيرت لارج سو انت بغيتي ليماج ديالك تكون فيها حتى ديك كاريزماتيك ديال بيان سور مي اون ميم طون انايا ابار الموسيقى في الباركور ديالي كامل في الحياه ديما كنت كندير شي حاجه كرة باسكت كاراتي واحد الوقيته دونك كان ديما الدماغ ديما سبورتيف واش بونس ديال الحاجه اللي خلاتنا نبقاو اون كونتاكت الصاط على مر مع انني كانت الجينز اخو الجينز ابخي درت راس ويلت ولكن لاحظت بان الباوند ديالنا كنتلاقاو بزاف اكثر من كنكون انا في الفيز ديال الفيتنس وكذا قبل نقول لك واحد القضيه شي حاليا الا ما كنتيش كتريني ما عندي ما نهضر معاك ما كاينش شي موضوع علاش غنهضر اكزاكتلي ابار الكرة ولا ولا خدمة الموسيقى ما تنبغيش نهضر فيها لأن خدمتي فهمتيني كنهضر فيها إلا كنت خدام فيها يعني كنهضر مع الناس اللي مونجاجي في ديك الخدمة ابار هادشي شنو فاش غنهضرو فهمتيني غاتهضر معايا في السياسة فارغة غاتهضر معايا في السبور ما كنتيش غاتهضر معايا في السبور ما عندي ما ندير صاف خويا الدروس الجينز اخويا الجينز طبعا الدراري فين غنترينيو زاد اس جي نسولو عمر اكتشفوا السابلمنت سايد نولج شنو كيعجبو شنو مكيعجبو عمر شنو قول لي الببليك دابا كيعرفك رابر كيعرف كلشي ولكن في الدومين ديال لونترينمون الناس ديال الفيتنس باغيين نعرفو شنو هما يور فيفورت سابلمنت مثلا الا قلت لك عندك بري ورك اوت وربع ساعه غتختار وحده تو يوز ونيفر يوز ما تختارش الاخرى ما عمرك تستعملها بري ورك اوت ولا ربع ساعه واش نشرب قهوه لا ما يجي قال لك ما نقول والله ما عارف شنو الفرق بينهم اوكي الا تريدي شي معايا كيف هم لونغلي مزيان بري ورك اوت سو لا قهوه راه بري ممكن حيدها صح ولكن ملي كتكون معاك انا اي هاف ذا سابلمنت عندي بري ورك اوت عندي بزاف شنو السابلمنت الوحيد اللي صح انا اللي صايبنا دابا شنو بزاف زوين سو بزاف اوكي ما علينا كرياتين واي بروتين هذا قدر الواي حيت هو الوحيد اللي عندي بعد استنبيل الواي ايزي اكسس كذا وبالنسبه للخيمه بغينا نتريني في الماكله بري ورك اوت تختار بنان ولا تشوف الخوف فوق الافوس
كيصونها شي حي هادشي كدير تشوفها معايا الحصه ديالها شنو مشات ليها المهم ولكن ذا ماجورتي ستيك جوز تو اوس قول لهم شاتريني اليوم عمر شويه البيسبس ذا سيك ورك اوت غيبدا في واحد جوج If you ignite him, he's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets. Saying that he's a slow little dreamer, super set. Not yeah. Okay, Omar, you're familiar with this. Dildima. Super set dreamer, front shoulders, side delts. Let's go. In the darkness, torn apart quick. You left scars ripped to be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. اوكي حنا كنتسناو خي عمر الكينزي وجد بغيت نسولك واحد السؤال فهمتي بمعنى اللي كنت فراب جيم في 2017 هي ما كنبالا وكذا عاقل وبقيت كنت فان ديالك او اول سينت وكنت فان ديال الراب في المغرب اون توكا ذا موفمنت اللي كان ديك الساعه الحاجه اللي شتك انك انت قدرتي تمانجي انك تبقى فهمتيني ذيس از فاكت تبقى اون توب اوف ذا جيم فراب جيم تبقى في توب ليفل واخا ما كنتيش كتحط موسيقى بزاف ولكن في كل مره كتحط كتلقى البوبليك كاين وقدرتي تبقى عندك هاد لونج ديفيتي في الراب جيم اوكي شنو بزاف الناس انهم معاك طلعوا هبطوا كاين اللي كيتاك اللي فهمتي بزاف شنو في نظرك الحوايج اللي عاونوك انك تبقى دومينو في الراب جيم هاد المده كامله حتى دابا كنظن الفاك ديال انك في الحياه اون جينيرال ماشي في الراب اي دومين باش تبقى مطول خصك تكون عندك واحد الكاليتي ديال السوبلاس خصك تكون سوبل خصك تكون الماء فليكسيبل بروس لايك واتر كما كان لازم بروس اللي قال واحد الوقت خصك تكون الماء اي كاس حطوا فيه تبقى الفورمه ديال الكاس هاد القضيه هادي ما تعجبش بزاف ديال الناس في الموسيقى ولا في الراب سوتو هنا في المغرب لان تيعرفوك النهار الاول بعد ستيل تيبغيوك تبقى بحال هكاك حياتك كامله ولكن الى سرحتي عينيك وشفتي شنو واقع وما هادشي ماشي اوبينير داكشي فاكتس غتلقى ان اي واحد قصح راسو وبقى فيدال لهداك السيل ديالو وبقى كيسمع لواحد النخبه ديال الناس اللي قدروا نقولوا كيقولوا لي خصك تبقى دير من هاد الموسيقى حيت هي الموسيقى اللي كتعجبنا
ما طولش قدروا نقول الانسان اللي ولا ما ديفلوباش ما كيبوفيش كيبقى بلاصو كيكبرش وكاين اللي كان انا تنظن ان انا الوحيد من الجينيراسيون اللي بدات معايا بالسميات اللي كانوا معايا في الوقيته الوحيد اللي يقدر انه يمشي في واحد الخط تصاعدي كاينين وحدين اخرين اللي كملوا ولكن ما تأدبطوش مع شنو كاين في الوقت فهمتيني وهاد القضيه سي ان ريسك اللي كتبقى تاخذ في كل بروجي لان انت عاقل مثلا فاش بنادم دابا كيهضر على مول البالون على اساس انه نفسه واعر وكذا انا عاقل فاش خرج من البالون everyone was trashing it true كلشي قال لك بديت السي صح انا عاقل فاش خرج نوطه انا everyone was trashing it الرياكسيون لا I wasn't trashing it قلت لهم بان اي ارتيست هاد الفيديو باقي عندي حد الان قلت اي ارتيست عنده some levels he can tap in في الموسيقى فهمتيني لانك باغي تغني ميلودي كذا اي ارتيست عنده الحق انه يمشي فيها وقلتها وبين البوبليك ما فهمهاش قالك لا بغينا عمر ستريت غيغني ستريت وتبقى في واحد الجرام ورا غيبقى حداك كاين اللي كان كونطرا ومن بعد فهمها باسكو بزاف الناس ولاو كيديروها ولا في العالم ولا في الشارع شوف ما نقولش لك انا عندي نظره استباقيه ولا فيوتوريستيك ولا كنعرف اشنو غيطرى في المستقبل ولا شي حاجه غير هو الحاجه اللي تنديرها على حق الطريقه واش نديرها بقوامه اذا قلت بعمل ما تنخونش راسي وما تنخونش البوبليك واخا يجيك ستيل ديفيرون ولكن راه درتو على حق الطريقه هذا المونسو تاع هو اللي الله خدم بنت البلاد ها هو بلا ما كيطراشي قدر من واحد ربع سنين فاش تجي كوب دو موند ولا فاش المنتخب ديال البنات يدير شي اكسبلوا ولا بغا يرجع لهذاك المونسو لقى انه احسن من اي تخربيق اخرى خرجات على هذاك على هذاك التوبيك اوكي ذاتس ات حاجه اخرى بالنسبه لشي واحد اللي كيضرب تما سواء في الراب سواء اي دومين اللي ما عندوش علاقه بديك اللعيبه ديال البروسيدور ديال القرا خدم اي واحد اللي كيضرب في دومين كيكون كرياتيف فيه شي الله النصيحه اللي تعطيه مثلا يوتيوبر رابر كيتريني اي حاجه كيضرب تما في دومين جوج حوايج حتى اللي يلاه هضرت مع هاد الشيء غير شي يومين دابا انا ادو بليف اي كونتوني يقدر ينجح اي كونتوني كما كان واخا يكون على الخبز جوج حوايج كاليتي والكونسيستنسي الكاليتي تكون واعره ما تكون كاين كومبرومي ما كاينش حكا كاميرا لا هانيه يدي لا حكا هذا لا الكاليتي تكون تما انا شفت دي باج كاين واحد الباج ديال الكره خصها 3 جوج ولا ماعرفتش 4-3-3 لا كاين واحد الباج عرفنا في قطر اوكي حنا الدراري المغاربه الدراري ما تعرفهم والو كنعقل عليهم باقي عندهم شي 10 كا ولا باقي ما وصلوش لهم ملي دخلت وبلي كونتوني زوين شي كواليتي ولا داكشي اللي كيحطو عندهم دابا شي فار هاني كاين فواحد من غير من كوب دي موند لهنا لا تبان لك شحال شي 7 مانس ما كاملش 7 مانس 7 شهور جوج حوايج بقاو كونسيستنت لانك كتدخل كتشوف بوست ما شافو حتى واحد ما فيهش بزاف ديال اللايك ولكن كيبان لك بوست مضروبه فيه تمارة انفورماتي ديزاين معلومات كدا كابشن زوينين اليوم غداو بعد غداو بعد وكاليتي So you knew they gonna make it. حيت عندهم الفورميلا ومن رجعتي الصاد كابل مانس ليتر لقيتيهم بانهم ديك 10 كا دابا 500 كا في اي دومين ماشي غير في الكونتو في الكونتوني هادشي كيبان لك في ارض الواقع ولكن راه تقدر تاخذ مثلا ريستو تيحل السيمانه الاولى ولا الشهر الاول الكليونتيل مزيانه حيت الماكله زوينه حيت الشاف حيت كلشي باقي جديد اون فوا تيبداو يرقصوا من الانجريدينتس كيبداو يشيطوا شويه الفلوس مطيشه اللي كنتي كتجيبها من السوق الفلاني اللي كنتي كتجيبها مع الخضار كاليتي عيانه اللي كنتي كتاخذ لاصوص شويه رخيصه باش تشري صافي كيبان لك لاصوص كتشوفوا بعينك سو هذه بلو برينت اي واحد نورمالمون يا اتس ماي اكسبيرينس هذه بلو برينت بحال واحد الفورميلا خاص ابليكي على اي دومين كتي غانا هاف ا جود اوتكم كاليتي وخص حيت الدومين ديال الكونتنت عاوتاني على حساب الفورميلا ديالو مثلا نتايا مثلا دابا انت شحال واحد شحال واحد دابا يقدر يتبرزط لان شحال واحد انا تنقول ليه لا مثلا باش ما نديرش معاه انترفيو في بودكاست ولا كذا نقول واحد اكزومبل غير مثلا اللي يقدر بنادم ما غيتخيلنيش نجي عندك نقول واحد اكزومبل غير وانا خصني نكون صريح لها فاش كنا باغيين نديرو في بودكاست ما عمرني كنت باغي نديرو في بودكاست ياك بيكوز حيت اختي صاحبي وكنا طلعنا شحال مره مي كنت عارف بان الكاليتي والحوايج اللي انت كتس عليهم صراحه باقي انا ما كنتش موفرهم في العام ديال البودكاست كانوا بزاف الحوايج داكشي علاش انا عمري قلت لك نديرو بودكاست وذيس از فاكت كيما قلتي تكون كالي جينا دابا رايح درنا فيديو مقاد بيكوز كاين واحد اللعيبه اون كومان بيناتنا وشي سبورتس وناو دابا يو تراست انني وي كان دو سامثين وذ جود كواليتي اند جود كرافت ومن بون عندك واحد اللعيبه اللي ما عندش بزاف ديال الناس اللي هي خصك تكون
شكون انت بريزونطابل دابا الا كنتي انت غتبان في الكاميرا حيت كاين اللي غيدير كونتوني ما غيبانش هو في الكاميرا غير كيصور لعيبات وكيهضر عليهم مرحبا الا كنتي غتبان في الكاميرا خصك يكون عندك الاسلوب خصك يكون عندك لا مانيير فهمتيني لا فورماسيون تقدر تجبدها ماشي مشكل ماشي راسك ماشي مهم يكون راسك عام كيفاش كان عندك لا مانيير كيفاش بنادم يرتاح انه يتفرج طريه مع بنادم انت تعرف كيفاش تخرج منه طريه مع بنادم انترفيو تيبقى يعاود تمس الاسئله يبقى يخبر عليك في الاخر تيكعافاش تقول ليه لا شوف ذا لاست كويشن قبل ما نقصيو واش غادي نسمعو تيزيد روس الصاد ذا اولد وان شي دراكات في لابون ملي بغيتي تقول لي القديم بالنسبه لي انا ماشي القديم انا نقول لك بس فيرجن انا كنلسن اي حاجه فهمتي بكاز اي واحد في مثلا كيدير مثلا شي حاجه لايك سي ستريت راب ولا شي حاجه كيقدر يفاجئك مثلا في ليفلز اخرين كما درتي انت انا اللي باغي فريمون نسمع في البوم شي حاجه اللي فهمتيني بارز افتر بارز افتر بارز افتر بارز فهمتيني ولا وان هوك ولا شي لعيبه وشي حاجه بحال قلتي بانش لاين باك تو باك شي اللي كنقول بحال خدنا الساط داز من هنا مثلا ماشي كنقول لك هو كوبي كولي مي سامثينغ فهمتين شي الا كان مثلا بروجي كبير فيه بزاف المرسوات عادي انك تلقى شي واحد ولا جوج تما ولا شي كوبلي في شي بلاصه اللي فيه علاش لانه دابا فاش تولي تولي لاعب في واحد النيفو في الموسيقى ما تبقاش غير المزيكا هي اللي هي اللي هي هي الفاكتور الوحيد هي المعيار الوحيد ديال النجاح ديال الموضوع تدخل بزاف ديال اللعيبات كيدخلوا كيدخل داك الشيء ديال التايمينغ مثلا دابا غالبا دابا لي لافير وداك الشيء تجاري وخصك تبيع وكذا البارز ما كيبيعوش شو داك الشيء قلت لك تراك خصك تلقى لا بالونس قلت لك تراك واحد فهمتي ديك اللعيبه ديال واحد الاكسترا فور فهمتيني ذا فانز ولا شي حاجه تنضمن الكونفرساسيون اللي خصها تكون دابا حيت هذا بالحاجه اللي عندنا سبيسيال في المغرب حنا لي رابور هي ان الاندستري كامله حنا اللي تنبنيو ملي بدينا من البدايه ملي جاونا قبل منا وحنا واللي غيجيو ورانا حنا خدامين وتنبنيو وفي هذاك البني تتبني حتى الذوق العام ديال الناس صراحه رجع واحد 5 سنين لورا بنادم الراب كان كيبان لي شي حاجه غريبه ولا رجعوا ثاني 10 سنين فاش بدينا حنايا راه ماشي غريبه ديال ورست هذاك واحد الاقل في واحد البرنامج قلت ثقافه خارجيه على البلاد سمعت بحال كان الصاد واحد المباراه شفت معاكم اتواز لايك كاين شي حوايج اللي اليوم تيدوزوا عاديين وحتى عندنا بقى تنبغي عليهم اللي 10 سنين هادي كان ديبا كبير عليهم فاز بيك تشالنج دونك انا بالنسبه لي حاليا واحد التشالنج اللي باقي خصو خصنا نهضروا عليه هو دابا البوبليك ولا مثلا دابا الراب في المغرب ولا لارج بوبليك ولا كلشي كيتسنت لا يمكن شي واحد توقف في السمقه ما يقولش لك شي جوج ولا ثلاثه ديال الرقم غاربه المهم الناس اللي كيوقفوك دابا ناس كبار اصاحبي في لاجي دابا ما بقايمشي نتسنى هذيك ليطاب ديال حكا راه غير بلاش هان وحكا مسكين دابا كلشي دابا التشالنج اللي جاي هو ان هاد الناس كاملين خص تولي عندهم واحد القابليه ديال انهم يتقبلوا الموسيقى كما هي كيف ما عطاك لاسيس راه كاينه واحد الحاجه ديال الراي ديالك واش كتقول فهمتني راه هو هاد اللعيبه اللي كنشوفو في المغرب وقدر ما كتبانش ليه بلايص اخرين ديال كيلوح بنادم شي بروجي تيقول لك لا انا ما بغيتكش دير هكا بغيتكش دير هكا راه ما كايناش هذا راه ما كايناش خاصك تحكم في كرياتيفيتي ديال لاسيس حتى شي بلاد ما كنسمع على بنادم تيقول الارتيست ما خصكش دير هادي خصك دير هادي الا ما عجبكش كدوز كتحيد ولا فهمتيها وجاتك في الذوق ديالك ولكن كاين شي واحد اخرى ان كل ما كان بنادم اكسبوزي للموسيقى في العالم كامل كل ما كان التقبل ديالو ديال مثلا نيو ستايلز وكذا مع الارتيست كيكونوا اكثر مور ايز كيف ما كنقول ملي كتلقى بنادم ملوكي في واحد النوع ديال الموسيقى في بلاد ولا مثلا غير في منطقه الشرق الاوسط ولا كذا راه غتجيب لي شي ستيل مثلا باغ اكزومبل ديال غانا ولا بلاي بوي كارتي جربتي انت هاي الستيل ديالك راك تطيتي وكتخبق نيو فيرو هادشي راه انهار على هادشي ماشي غير في الموسيقى هادشي في الحياه العامه وهادشي انايا عشتو شخصيا فاش كنت في باقي في اندر جراوند لا فاش كنت باقي عايش في المغرب راه 25 وعايش في 25 عام راه في المغرب هذا خرج فاش تخرج بحال كتالوك الا بغيتي اي فيو الا بغيتي الا ما مشيتيش جلستي مع المغاربه وبقيتي عايش معاهم غتبقى في الخدمه ما كيفيش راسك غتخرجي وعشتي وشفتي بنادم وحليتي راسك شويه حيت السبيكتروم كيتزاد بعد الجمهور بحال داكشي ديال الفريكونس كيتزاد شويه هنا وكيتزاد شويه حتى في الباص شويه ديال الهاي كتولي كتشوف الحياه بطريقه مختلفه وكتولي عندك قابليه اكثر انك
لك تقبل لعبات اخرين اللي ما كتفهمهمش. كتريفليكت تفريق لا كرياتيفيتي ديالك انت الا كنتي كرياتور دو كونتوني. هاد اللعيبه اللي قلتي فاش كتوسع سات سبيكتروم ديالك على لي كولتور لافين كتبان انت في لا كرياتيفيتي ديالك اللي كتقدم للبنات كتبان ديفيرون على كاع الناس اللي معاه في الدومين تقريبا. واي سك تقدر تطابي لواحد اللي يزيد واحد لا كرياتيفيتي اللي انسبايرد من داك الاكسبوجر ديالك اللي كولتور فاش سافرتي مثلا يو كي سبين او ذا بليس كتولي كتقبل حوايج اخرين اللي انا براسي مثلا كترجع بيا الوقت راه ما كنت متعصب انا كنت كنسمع الراب وكانوا الراب ما تيعجبونيش في امريكا الراب بعدو خصنا نبقى نسمع لها هذاك الستايل عندي ثلاثه اربعه الناس كنبقى نسمع لهم ولكن ما يمكنش ولكن عاوتاني ما تقدرش تنتظر ان الناس كاملين يكونوا هكا لان كاين واحد الشريحه كبيره ديال الناس اللي كيتزاد وكيعيش حياته كامله وكيموت وهو كيخرج من درهم شوف كيخرج من دين كيفاش غدير اللي يتقبل لك شي حاجه ما تيعرف غير داكشي اللي كاين تتفوت لي غا شويه ما كيتلف شوف سو يا ذيس از واز ا جود كونفرسيشن اخي مور ذان اكسبكت قصه اخويا اه اي خير You better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. Okay, thank you for the shukran lawt ya khay. Okay. Drari, ila jikom hada kontenu kaafin tch gadiro, the support, jam, commentaire, subscribe. Wada ma kan, sna Omar el khna track el track din ya khay. Wada ma kan, drari, shukran jik, shukran bada, shukran protein house. Wada ma kan, khna nqtsaw drari.